طيب عايز اعرف كواليس بقى، ما بقتش اخاف من الليل وردود الافعال شايفها ازاي على السوشيال ميديا ليها، وايه اقوى رد فعل شفته من الجمهور عليها؟ هي خلصانه بقى لها سنه يعني، مش بقى لها كتير موجوده، وبعد ما نزلت بعد ما عملنا الكليب يعني عمر صوره كان شفت ردود افعال كويسه، ناس كتير اتكلمت عنها، دخلت الترند، قعدت 20 يوم رقم واحد على اليوتيوب، فدي حاجه بسطتني جدا يعني. دي كانت اكتر حاجه. والكومنتات كانت عامله ازاي؟ مش بتفرج على حاجه، كنت انا هم بيعملوا كوميكس وانا بعمل اغنيه تانية. بتحضر ايه دلوقتي؟ يعني هتوري للجمهور الفتره الجايه؟ حضرت خلصت تقريبا حوالي 13 اغنيه وبصور كليبات وحاجه يعني، ان شاء الله الناس يعني هم يستحقوا ان هم اتعب عشانهم. البوم كامل هينزل ولا لا؟ مش بنزل البوم، برجح السنجل اكتر. بتراجع في الزمن الموسيقى والانتاج عشان مسبب الانتاج؟ ما فيش، انا اللي بنتج لنفسي يعني، انا اللي بعمل كل حاجتي. عمر واسلام يعني، عمر زكي اللي بيصور وبيخرج وبيمنتج، واسلام اللي بيعمل توزيع المزيكا كله والهندسه الصوت، وانا اللي بكتب وبلحن. التعاقد مع اي ام، انت تعاقدت مع اي ام، عايز اعرف تفاصيل التعاقد ايه؟ اي ام في اخبار نزلت ان انت تعاقدت مع شركه انتاج اسمها؟ لا ما حصلش. عايز اعرف في حفله ليك فعلا مع ادهم سليمان الفتره الجايه، عايز اعرف تفاصيلها فين وامتى؟ هتبقى في نادي اجر رياضي في المنصوره. احمد ممكن تتجه لفكره التمثيل الفتره الجايه؟ بيحصل اصلا. بيحصل مع مين او اي حاجه؟ مش هينفع اقول. عايز تعمل دويو مع مين يعني؟ دايما في ناس بيحبوا يعملوا دوتات مع النجوم، انت تحب تعمل مع مين؟ محمد منير طبعا. والفنانات؟ الفنانات فيروز. في ناس لاحظت ان في اوديو متغير في الكليب من الاغنيه، ايه سبب التغيير؟ السبب ان ده كان ديمو، كنت بجرب، كنت عايز اعمل حاجه وحد قال لي جرب قولها كده، فهزرنا، حتى في صوت حد من اللي بيسجل في اخر الاغنيه، وهو نزل زي ما هو كده تسرب، حد يعني بيبقى عايز يأذي او حاجه، بس يعني الموضوع جه في مصلحتي، مش ما جاش ضدي، ما عرفش يأذيني يعني زي ما هو كان عايز. تمام احمد، احب اختم اللقاء بكلمه ليك للجمهور عن جديدك الفتره الجايه. يعني هو شكرا جدا على الدعم ده كله اللي بعمله الفتره الجايه، انا تعبت فيه جدا ولسه هتعب فيه، بس انتوا تستحقوا ده يعني.